السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع هالنوعية من المقاطع من زمان ما سويتها، اللي هو أسئلة عن فورتنايت أو أسئلة عن سكنات أو أسئلة عن أي شيء فورتنايت، سواء سكنات سواء رقصات، أي شيء فورتنايت راح تشوفونه في هذه السلسلة. عموما مقطع اليوم جايب لكم سكنات، يقول لك وش سكن الصح، سكن على اليسار ولا سكن على اليمين. راح نشوف هل بيكون فيه اختلاف مرة قوي لدرجة ان ما نلاحظ او لا. اتوقع اني بغلط مرة كثير في هذه السكنات، وبحاول اجاوب على اخر اجزاء من الثانية عشان ما اخرب عليكم اذا انتم تبون تجاوبوا معي. فبسم الله خلونا نبدا. فقبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا بالقناة اذا كنتم مشتركين، وفعل زر التنبيهات اهم شيء. شكرا لكل واحد منتسب، باذن الله اعلى فئتين من الانتساب راح تشوفونها في اخر مقطع، ولا تنسون كتشوب في اسئل اللي ما حد حطه. خلونا نبدا في المقطع. طيب هذا هو المقطع. الحين يقول لك، يقول توقع السكن الصحيح في 8 ثواني. اوكي، يقول لك سكن على اليمين ولا اليسار في المؤقت تحت، وانا بختار اليمين. صح علي. اوكي، لان في شخطه في عينه او شيء زي كذا، فهذا الشيء لاحظته. اللي على اليسار على اليمين، على اليسار على اليمين، اللي على اليسار. صح علي، فبجاوب في اخر ثانية، فاتوقع معي انتو. اوكي، يقول هذا السكن على اليمين ولا على اليسار؟ اتوقع اللي على اليمين. والله اول غلط، اول غلط. اوكي، سكن على اليمين ولا على اليسار؟ يسار. غلط ثاني، اهلا بالعيد. اوكي، يقول لك السكن على اليمين ولا على اليسار، فانا بقول اللي على اليسار. صح علي عاد، لان هذا سكن يعني يعتبر نادر. اوكي، هذا يقول لك يسار ولا يمين، فانا بقول يمين. صح علي. اوكي، فنروح على السكن اللي بعده. اوه كذا نكبه، توقع على اليمين. والله صح علي، والله صدفت ناس يا هذا. اتوقع على اليسار. والله صح، والله صدف يا عيال، قاعد تمشي معنا. اوكي، هذا شو الفرق؟ اوه الرسمه على السكن، اتوقع اللي على اليمين. لا والله على اليسار، صار دب مو بلامه، انا ما ادري ليش قلت لامه. اوكي، هذا شعرها اسود ولا شعرها بنفسجي؟ اتوقع يمين. والله صح في اخر ثواني. اوكي، هذا جاب لنا 3 سكنات مو بسكن واحد، فاتوقع النص. والله جبته على اخر لحظة. يوه. اوكي، هذا يقول لك يمين ولا يسار؟ او نص، فانا اقول يسار. يس صح علي، فما كانت لابسة قصير. اوكي، هذا سكن توه نازل وعارف ايش اللون. اوكي، الاجابة هي اللي على اليمين. صح علينا، حلو حلو، ماشيين صح تقريبا غلطين بس. اوكي، هذا يقول لك يسار ولا يمين ولا وسط؟ انا اقول يمين. صح علينا، حلو، جبنا 12 اجابة من 20. لا تيلر سكوت ذا ما اعرفه، انا اقول يسار. لا والله في النص، ما ادري ايش الفرق، والله ما لاحظت فرق. اوكي، يعني هنا فيه اللي على اليسار، فيه اللي على اليمين، اللي في النص مستحيل، فانا اقول على اليسار. والله صح علي، حلو، 3 اغلاط حاليا. وش السكن هذا، متى نزل؟ ما اتفقنا كذا. يمين صح، اقسم بالله اني صدف والله. اوكي، هذا يقول لك يسار ولا نص ولا يمين؟ انا اقول نص، المفروض اني ما اجاوب بسرعه، بس انه حتى غلط علي، يسار، ما ادري ليش قلت نص. اوكي، اللي بعدها انا اقول يسار، والله نص. قاعد اغلط كثير يا عيال، 5 اغلاط تقريبا. اوكي، هذا قرون حقته فوق ولا تحت ولا يسار؟ انا اقول يسار. والله نص، ما ادري كم غلطنا من غلط. فخلونا نروح الجزئيه الثانيه من هذا المقطع. اوكي، الحين جايبنا سكنات مره ثانيه ولازم نجاوب عليها في خلال 8 ثواني بعد. فهذا يقول يمين ولا يسار؟ اتوقع انه يسار. صح علينا، لاني ما اتذكر في شعر في الجوانب. اوكي، هذا يقول سكن اللي فيه اخضر ولا سكن اللي فيه ازرق؟ هذا سهل مره، لاني اعرف سكن اللي هو على اليسار. حلو، صح علينا، ماشيين صح. فاللي بعده شو الفرق؟ نقول يسار، والله يمين. الفرق في اللبس بس، يعني هذا سكن ما اتوقع فيه فرق ابدا الا اللون، اخضر او اصفر غامق. اصفر، لا والله اخضر.
انا المفروض اني اقول يمين ولا يسار بس قلت يمين اصلا. اوكي اللي بعده هذا اتوقع انه يسار. يا رب والله يمين، قاعدين نغلط كثير يا عيال. اوكي هذا يقول لك الازرق مع اسود ولا احمر مع اسود، فانا اقول يمين. هذا عارف شكله، والله لو غلط فيه عاد كذا تجيب لي. وش الفرق هنا؟ وش الفرق؟ ما اشوف اي فرق. يسار صح علي بس شوف. اوه في خطوط حمراء ما شفتها تحت. اوكي زر برجر يسار، لا والله يمين، على بالي انه نفس اللون فوق وتحت. اوكي هذا يقول لك اللي على اليمين واللي على اليسار الفرق العيون حقت السكن. يسار انا اقول يسار علينا. حلو لا ثلاث عيون لانه آلي او شيء زي كذا. فاللي بعده ما اشوف اي فرق حاليا. وش الفرق؟ يسار والله صدفت. اوه اللون في الستان تحت ما ادري صراحه بس لون غريب. اوكي هذا يقول لك ازرق مع اسود ولا احمر مع اسود، اقول ازرق صح علينا. حلو حلو ماشيين صح وقاعدين نجاوب على اخر ثواني. هذا يقول لك يسار ولا يمين، هذا مره سهل مره سهل لان ننزل مليون مره وانا اقول يسار. اوكي تخيل نغلط فيها عاد بعد الثقه والله عاد. اوكي هذا سكن عاد سهل لان ننزل مليون مره وسكن جميل جدا اللي هو سكن اللي على اليمين صح علينا. حلو انا قاعد اجاوب في اخر الثواني عشان ما اخرب عليكم اللي تبون تجاوبوا معي. طيب هذا يقول يمين ولا يسار، فانا اقول يسار. لا والله يمين، والله جبت ريد مع اني توقعت توقع كذا خفيف انه يمين بس هذا اقول يمين. والله صح علينا يمين. حلو سكن الايس كريمه. طيب السكن اللي بعده هل له شنب ولا ما له شنب؟ انا اقول يسار له شنب صح علينا. حلو ماشيين صح ماشيين صح. طيب هذا يقول اللي على رقبتها ابيض ولا ابيض؟ لا والله غلط علينا، حتى جاوبنا بوقت غلط. لا عاد حرام هذا ما جاوب عليه. انا اقول يمين ان شاء الله يعني. حلو عندي سكن عاد اغلط فيه والله حرام. حاليا ما ادري كم جبنا في هذه صراحه، ما عدت الاغلاط اللي علي بس في البدايه غلطت كم غلط، اتوقع اني غلطت 5 أو 6 والله ما ادري بس جاوبنا اكثر. هذا اللي نبغاه نجاوب اكثر من اننا نغلط. وحاليا في الجزئيه الثالثه من السكنات. اوكي هذا يقول بنطلون ازرق ولا انا اقول ازرق؟ والله غلط، ليش قاعد تجيب العيد من البدايه؟ حلو هذا له عينين ولا عين؟ لا هذا سهل عاد، سكن اللي على اليمين هو الصح. حلو 1 غلط. اوكي هذا سكن سهل بعد اللي هو خلنا نجاوب على اخر ثاني عشان ما اخرب عليكم اللي تشوفون المقطع اللي هو على اليمين. حلو 2 صح، 1 غلط. هذا مره سهل لانه نزل كم مره بعد اللي هو اللي على اليسار. حلو الحين 1 غلط من 4. هذا وشو هذا متى ذا سكن؟ انا اقول اللي على اليسار. لا والله على اليمين بس ما اذكر ذا سكن حتى. اقول لكم ما اعرف سكنات كثير للاسف، ولا كان جاوبت على اغلبها مع اني يمين. لو اقسم بالله العظيم اني عارف اني على اليسار بس ما ادري ليش قلت يمين. والله اني عارف اني على اليسار، اقسم بالله اني عارف اني على اليسار بس اني مع السوالف نسيت اقول يسار ولا يمين، قلت يمين بالغلط. طاحت علينا إجابة بعد. اوكي 3 الحين غلط اتوقع. هذا يمين ولا يسار؟ اتوقع انه يسار. انا ما ادري ليش جاوبت مبكر بس نقول يسار لان اللون متناسق نوعا ما مع اني ما اعرف سكن يعني. هذا اللي على اليمين ولا اليسار؟ اللي عليه وشم ولا اللي ما عليه وشم؟ فانا اقول اللي عليه وشم يسار. ونجيب لنا العيد. ثقة لي الله يحرمنا منها. هذه يقول انجول الحولة ولا اللي على اليمين؟ اتوقع على اليمين صح؟ والله صح علينا. حلو مع ان السكن سهل بس اني خايف اجيب العيد يعني تو ثقه زايده واخر شيء جبت العيد. هذه يمين ولا يسار؟ يمين؟ لا والله يسار، على بالي كل السكن كامل. لا هذه عاد معروف، هذه سكن معروف عاد لو غلطت فيه سكن اللي هو على اليمين مره. حلو صح علينا، والله غلطت مره كثير يا عيال حرام والله حرام. طيب هذا يقول لك اسود ولا ابيض ولا زهري، فانا اقول النص. غلط علينا الثقه العمياء.
اوكي هذا يقول سكن اللي على اليمين ولا الوسط ولا اليسار، فانا اقول سكن اللي على اليسار. حلو، انا قاعد اناظر ثواني ترى تحت، يعني مو بني اناظر سكن. طيب هذه سهله مره 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 سهل. سكن اللي هو اللي في النص. حلو صح علينا. طيب سكن اللي بعده يقول برتقالي ولا اخضر ولا اصفر، اتوقع انه في النص اخضر. اوه صح، الحمد لله الحمد لله جاوبنا كثير صح. وش الفرق؟ كلهم يمين احمر وذا يمين؟ اوه الوجه نفسه، وجه الحفاظ هو اللي لونه احمر. اوكي هذا يقول يمين ولا يسار ولا نص؟ انا اقول يسار صح علينا. حلو، انا عارف ان لونه برتقالي. يلا باقي لنا ثلاثة اتوقع. اوه سكن البرجر، سكن البرجر يمين ان شاء الله يعني. والله صح علينا الحمد لله، مع اني جاوبت مبكر شوي بس اسف. طيب هذا السكن عاد عندي فاعرفه وسهل مره، اللي هو اللي في النص. اوكي باقي السكن الاخير، تكفون عاد لا نغلط فيه. كان مبتسم ولا يسار؟ يا حرام والله العظيم كنت بقول في النص، بعدين قلت اقول ما اذكر عنده فم، خلني اختار على اليسار. تحرياتي بات الفشل يعني. عموما مساكم مقطع اليوم، ان شاء الله المقطع عجبكم. يتبون اكثر من هذه المقاطع اللي هي اسئله عن فورتنايت زي كذا، القناه هذه رهيبه صراحه. نبغى تفجروا هذا المقطع لايكات عشان نشوف هل تبون مثل هذه السلسله او لا، مع اني انزلها بين فتره وفتره، لكن اذا تبون اكثر منها في هذه الفتره اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. يعطيكم العافيه على المشاهده، اشوفكم على خير.